بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البطاطس المهروسه بالكريمه. عندنا بطاطسايه سلقينها ومقشرينها وهرسناها كويس، وهنحطها في كزرولة على نار متوسطه وهنقلبها شويه لحد ما تطلع الرطوبه منها. وبعد كده هنضيف ربع كوبايه كريمه لباني ونقلب كويس لحد ما تمتزج كويس مع البطاطس، وهنضيف الملح والفلفل. وبعد كده هنشيل البطاطس من على النار وهنديها معلقة زبدة كبيرة ونقلب كويس، وخلاص كده البطاطس خلصت معانا وبقت معانا بالقوام ده. جربوها وإن شاء الله تعجبكم.